خلينا نروح للجنه المراه، لان الندوات اللي بتنظمها اللجان المختلفه، وتحديدا النهارده بنتكلم عن لجنه المراه، كل يوم بتكون مختلفه وحقيقي فيها يعني استفاده كبيره جدا او فايده كبيره جدا للجماهير. هنروح نتكلم عن هذه الندوه، عن التغذيه السليمه لحياه سليمه، هو ده العنوان بتاع الندوه. نتابع ونرجع نكمل. احنا عملنا ندوة التغذية في الشيخ زايد، وبناء على طلب الأعضاء حبوا ان هي تتكرر وبقية الفروع طلبتها. الندوة دي مميزة ان هي بتهتم بصحة عضو النادي الأهلي، بتهتم بيها بطريقتين. طريقة نظرية، الدكتور بتشرح أهمية التغذية السليمة وإيه الحاجات اللي بتزود السعرات الحرارية وإيه اللي بتقللها وإزاي نوصل لصحة مفيدة من خلال الغذاء السليم. ده الجزء النظري. الجزء العملي صاحبها مجموعة أجهزة من شركات مالتي ناشونال للأدوية. الشركات دي بتقدم خدمات لأعضاء النادي الأهلي، الخدمات متعددة، يعني احنا عندنا كشف وعلاج وتوعية، الندوة كاملة متكاملة. أعضاء النادي الأهلي يستاهلوا الكتير والكتير. الجديد اللي احنا جايبين كمان تحليل اليوريك أسيد. احنا بنحاول ندي خدمة لذيذة بسيطة لأعضاء النادي الأهلي كمان. بلس الندوة النهاردة هيبقى اللي هنتكلم فيه جديد تغذية الرياضيين، بالذات الرياضيين اللي بيلعبوا ألعاب جماعية زي السلة، الفولي، طبعا كرة القدم. مش هنقدر طبعا ننسى أعضاء النادي. طبعا احنا الفكرة جات لنا ان دلوقتي كل حاجة مرتبطة بالوزن، ونحن عايزين نوفر أحسن حياة سليمة للأعضاء عندنا. ففكرنا ان احنا نتكلم معاهم ازاي يبتدوا من الزيرو، يعني ممكن كل حاجة بس أخليها كويسة، الهيلثي فود يعني. ففكرنا اتكلمنا مع دكتور رضوى، طبعا هتشوفوا سيدة انهار، ان احنا ازاي نجيب دكتور ونجيب معاه اجهزه بحيث ان احنا نحط الناس على الستيب الاولى. الستيب الاولى لو احنا يبتدوا يعملوا الام بادي، الكتله العضليه قد ايه، الدهون قد ايه. صراحة أنا بشكر النادي الأهلي إنه مقدم لنا الخدمة دي مجانيا كمان، وكنت بدأت طبعا بقياس نسبة الدهون والطول والوزن، وبدأت وبعد كده عملت تحليل للسكر وعملت تحليل لنسبة اليوريك أسيد، بس الحمد لله طلعت كويسة. هو أول حاجة بالنسبة للندوة، طبعا هي ندوة هادفة جدا، بتتكلم عن الهيلث فود، بتتكلم ازاي يعني ان احنا نهتم بالغذاء بتاعنا، طبعا الخضروات والبروتينات والفاكهة، طبعا دي حاجة أساسية دلوقتي ان احنا نهتم بيها طبعا مع الرياضة. والله اكسبيرينس كانت بالنسبة لي مهمة جدا، ان انا خسيت من 96 كيلو ل 80 كيلو، وقدرت ان انا احقق معاهم ان انا استفاد بالنصائح بتاعت الاعضاء. هنا الكوميونتي بتاعتنا، ان الناس بتحب بعضيها، والنادي الاهلي بيتميز كمان ان هو بيبادر بالحاجات الخدمات الفري دي. الخدمات المجانيه اللي بيقدمها النادي اوبشن ما كانش موجود قبل كده. احنا انا استفدت منه، اشوف عندي سكر او مظبوط او يعني عالي شويه او كلام من ده، واللي قاعد بيقول لي خلي بالك، لا انت نورمال، وحصل الكلام ده مع مراتي ومع اصحابي والكلام ده كله.